يوه، بقالي 3 ساعات قاعدة مستنياك. اتأخرت كده ليه؟ كنت في النيابة. تخيل ان شرور جابت سيرتي في التحقيق. يا لهوي، وبعدين؟ لا ما تقلقيش، انا عامل حسابي. خدي نصيبك اهو حبيبي. نفسي اعرف انت عملت ايه للراجل ده خليتيه مدهول كده. اللي عملته ما يتقالش، يتعمل وبس. طب وريني، ولو عجبني لك عندي بقى حتة مفاجأة ما حصلتش. مش انا هعمل لك اللي عمرك ما شفته ولا سمعت عنه، بس الاول تقولي على المفاجأة. كبرتي يا توحة وبقيت تعرفي تسوي. تعلمت منك يا استاذ. يلا يا قمر، قولي بقى ايه المفاجأة. اقولك يا ستي، سرور خلاص بخ، وقبل ما تبخ انت معلمة عليها هي وبناتها، معلمة على قفاهم بالمطوة. يعني العقل والمنطق يقولوا ايه؟ يقولوا ان انت تبقي المعلمة بدلها. ايه؟ ايه رأيك بقى؟ رأيي في ايه؟ بقى انت عاوزني اروح لغاية عندهم وابقى المعلمة عليهم ويسيبوني كده والموضوع يعدي عادي؟ قليل لما قطعوني 100 حتة. لا، هيقبلوكي ورجليهم فوق رقبتهم، ما تقليش. ازاي؟ اللهم اغزيك يا شطان. تعالي جوه انا اقولك. يوه، يلا مفيش وقت. ازيك يا سرور؟ شفت يا فخري، شفت الكلاب عملوا فيا ايه؟ صدقيني انا اول ما عرفت اللي حصل جيت لك جري. حتة بيت زي الحرباية، حية ودخلت بيتي، أمنت لها وأكرمتها وعملتها زي بنتي وفضلتها على كل اللي عندي. اعتبرت إني ربيت قطة مغمضة، وأول ما كبرت بقت أسد متوحش، وأول ما جاعت كلتني. يا سرور، أنت عارفة كويس إن كارك ده الأصول ما تأمنيش في لأي حد. عندك حق يا فخري، على رأي مثل زمان قال اللي تبيع نفسها بالفلوس تبيع أي حد برضه بالفلوس. والكلب اللي اسمه حسام، أنا كنت عارفة إنه حيباني بس مش للدرجة دي. ده كل المراكز اللي وصلها دي بسببي أنا. أنا كنت بجيب له القواضي على صينية من فضة، وفضل يكبر ويكبر ويكبر، والآخر قلشني. معلش يا حبيبة، ما تزعلش، بكرة تخرجي من هنا وتنتقمي منهم واحد واحد. اسمع يا فخري، خد اتصل بالنمرة دي، هيرد عليك واحد اسمه عصام باشا، احكي له كل اللي حصل وقوله لازم يشوف صرفة يخرجني من الزفت ده. ده مش من شلة العواجيز اياهم؟ ايوه يا فخري، قوله سرور بتقولك عايزة تخرج من هنا بسرعة. معقولة يا سرور؟ يعني بعد كل اللي حصل ده كله هو ما خدش خبر؟ انا اعرف ان الناس دي تعرف دبة النملة. يا فخري اعمل اللي بقولك عليه ونفذه عشان خاطري. حاضر حبيبتي، ما تزعليش نفسك، هتصل بيه وهرد عليك الزيارة الجاية. هتسلم لي يا فخري، ما تحرمش منك أبدا. أنا مش عايز حاجة مني غير إني أشوفك طالع من هنا بالسلام. إن شاء الله يا فخري، اتصل أنت بس بعصام باشا وأنا قريب قوي هبقى وسطيكم، وساعتها هعرف كل واحد مقامه. نزل إيدك يا بت، أنت مجنونة ولا إيه؟ بيقولوا ان انت شهدت مع قابلتك سرور، مش كده؟ طيب اسمعي بقى يا بنت منك ليها، واسمع كمان يا طور منك له عشان ما عنديش وقت. نعم يا حسام بيه. من النهارده خلاص مفيش سرور، بح، خرطناها للوز. من هنا ورايح مفيش غير الابله الجديده، ابله توحه. واللي هتقوله توحه هيمشي على الكل ورجليكوا فوق قفاكم. شهر 6 قرب وانا عندي محاضر كتير عايز اقفلها، فاهمين ولا اقول كمان؟ فاهمين يا باشا. انت بنت تعدلي حكيم، انت خلاص ناقصلك معايا تكه. ولولا ان قابلتك الجديده قالت انها محتاجاكي انا كنت عملت معاك الصح. معلش يا حسام بيه، ما هو انت لو خدتها انا مش هلاقي حد يمسح ويسيق البيت. انت عارف بقى ازمه الشغالين اليومين دول. انا اعمل لك اللي انت عايزاه يا ابلة طوح، عايز انا ادعك لك المواعين ادعك لك المواعين. بت، شكل كلامي مش عاجبك،
وشكلك كده هتحصلي قبلتك. يلا يا بيت خشي جوه هاتيلي طش تحطي فيه ميه وملح، وتعالي عشان تدعكيلي بيه رجلي. يا ابله هي هتسمع كلامك في كل اللي انت عاوزاه، بس يعني الباشا يمشي. انت مالك انت يا بت، يمشي ولا يقعد؟ ده بيت ويقعد فيه زي ما هو عايز. والنعمه انا ما قصدي، انا بس قصدي يعني. يا اخي اخرسي خالص وما اسمعش حسك. يلا بيت اتحركوا. يلا خشي جوه انت وهي. يلا يا اختي. هاتيلي طشت ميه وملح احط فيه رجلي. انا ماشي يا توح، لو في اي حد ضايقك كلميني. تنور يا باشا. ما تقلقش يا احسن بيه، انا معاها. هتوحشيني. سلام. سلام. وتقعد. المية يا ست الكل، احلى ميه في الدنيا لست الهواني. هو يا بيت خش نداي الحيوانه اللي جوه دي تيجي تغسل لي رجلي. طب ما اغسلها لك انا يا ابله. بقول لك اسكتي لا تحصلي قبلتك. قوم. حاضر حاضر. اترزعي. خدي بشوشه على رجلي، وبشوشه على الجزمه، وبشوشه على القشطه. يلا اوكي. بشوش يا بنت لحسن بشرتي تتعور. يلا حطي رجلي في الميه، قربي التشت ده شويه. يلا اعملي بقى مساج الاول. اي رجلي بتوجعني بشويش. يلا صباع صباع. يا تكنيله في ايدك اللي عامله زي المرزبه. ايوه كده. باشا هو مين الراجل اللي احنا جايين له ده؟ ده راجل جديد كده، واحد معرفه قايل لي عليه. الراجل ده بقى هيعمل معانا احلى واجب، هيدينا كل البضاعه اللي احنا عايزينها بنص الثمن، وبعدين لما نبيع ونظبط بقى نديله بقيه فلوسه. الله الله الله، وعلى النعمه من نعمه ربي، لولا ان احنا يعني في منطقه شغلي دلوقتي كان زماني زغرط. معنى كده انه لو ادانا كميه زياده التوزيع هيزيد، ونسبتي انا كمان تزيد، وتشخلع بقى وتلعلع معايا. الله الله يا اشجان، انت بقيتي ماديه خلاص. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. ربنا يديم العشم اللي بيننا يا باشا. بس يعني لا مؤاخذه، طباخ السم بيدوق وانا نفسي ادوق بقى. ماشي يا ستي، هندوقك اللي انت عايزاه. ماشي، بس نخلص المصلحه دي كده ويحلها المولى عز وجل. تصدق بالله؟ لا اله الا الله. انا بيعجبني ايمانك يا باشا. تقي اللهم قوي ايمانك. المهم يا باشا دلوقتي قولي هتعرف الراجل ده ازاي؟ هو قال لي لابس بنطلون اسود عليه جاكيت شماه بني، وقدامه شنطه سامسونايت بني. راجل غامق من الاخر. ايوه هو الراجل اللي هناك اللي مدينا جنبه ده. ماشي، انا هروح له اشجان. ها ماشي يا باشا، زي ما اتفقنا. ابوس ايدك ما توديناش في 60 ده، لو شميتي ريحه الحكومه بس تديني الزماره اللي احنا متفقين عليها. عيب عليك يا باشا، اطمن انت بس، انزل وروح تعالى لنا بالف سلام. ربنا يستر. ربنا معاك، ترجع لنا بالف سلامه ان شاء الله. خلاص يا اشجان ربنا يستر. انت فيها زياده. انجز بقى، عايزين نشوف شويه فلوس حلوين. يا نهار ما توحس، ده شوي عكاش. يا نهار اسود، ارجع ارجع يا باشا، هنروح فين؟ يلا يا نهار اسود ونيل. اركب يا باشا. في ايه؟ الراجل ده مخبر يا باشا، ده من منطقه ناس مشوه عكاشه. انت متاكده من الكلام اللي انت بتقوليه؟ اه متاكده. يلا يا باشا اطلع، والله العظيم هنروح في كلابوش، هنروح في كلابوش. ازاي؟ ده انا سالم هو اللي موصلني ليه؟ على فكره سالم ده هو اللي باعك. استحاله استحاله سالم يبيعني ولا يفكر، ده هو اصلا اللي بيحذرني. يا نهار اسود، شكل الحكومه مش عايزانا احنا، ده عايزه الناس اللي فوقينا، عشان كده ما قبضوش على سالم.
عايزين البكرة كلها تكر. يا نهار اسود، بكر ايه وخد ده ايه دلوقتي؟ اطلع يا باشا هنتكلبش، انا مش قد الحبس، انا مش قد الحبس. خلاص خلاص اطلع يا باشا، ابوس ايدك ابوس ايدك. يلا يا باشا خلاص، اتكل على الله. بس نتاكد بس من ان شاء الله، اتكل على الله.